السلام عليكم. كنشكروا فاس نيوز على المنبر الاعلامي النزيه اللي فضح الفساد اللي كيروج عنا فول الطيب. وكنشكروا بهذه المناسبه كنشكروا الفرقه الوطنيه اللي اطاحت اكبر زعيم مافيا الفساد في المغرب. كنشكروها وكنشكروا السي الحموشي على راسهم السي الحموشي ووزير الداخليه الفتيت. وبهذه المناسبه كنقدموا تحيه واخلاص وشكر للفرقه الوطنيه. والساكنه الحمد لله مرتاحه واللي ترفع عليها الظلم وهذا الظالم لقى الجزاء ديالو بذنوب الاطفال اللي حرمهم من المدارس واعداديات ومساحات خضراء. ومن هذا المنبر الاعلامي كنطلبوا السيد الوالي يحل المشاكل ديال الساكنه اللي كتعاني من ربط رخص الماء والكهرباء. وكاين واحد نعتبره حلم يمكن يتحقق، الشطر الثاني ديال تجزئه العمران اللي نتمناو تكون فيها ثانويه اللي عانينا حنا والاباء ديالنا اللي تحرمنا منها الثانويه. كنتمناو الابناء ديالنا ما يتحرموش من هذا الانجاز. وشكرا وكنعطيك الكلمه للاخوان اللي عبروا على الفرحه ديالهم. السلام عليكم. كنشكروا فاس نيوز اللي غطات على هذه الوقفات الاحتجاجيه وعلى هذا وكي فتحت هذا على هذا الفساد اللي كاين في الطيب. وعندنا عده المشاكل ديال في الساكنه ديال ولاد الطيب. عندنا بزاف، عندنا كنعانيو من المشكل ديال من مشكل المدارس، من مشكل الطرقان، من مشكل الجرادي، من عده المشاكل. وكنشكروا جميع الناس اللي خدموا. كنشكروا الفرقه الوطنيه وكنشكروا الداخليه اللي وقفت وبينت وحققت بزاف ديال الاهداف. وشكرا. السلام عليكم، معكم سلوني جواد من ولاد الطيب. كنشكر فاس نيوز على هذا اللقاء ديالهم وكنشكر الفرقه الوطنيه على هذا المجهود اللي دارت بالنسبه لولاد الطيب كما قالوا الاخوه الله يجزيهم بخير. وكنحيي المنطقه عاد حيات شويه، كان فيها واحد الظلم، واحد الضغوطات كانت عليها مأطره بزاف، ودابا الحمد لله فتسال، اللهم لك الحمد، الحمد لله فتسال هذه. كنتمناو الشطر الثاني يكون شي مستقبل للشباب والوليدات ديالنا، يديروا لهم شي حل للقضيه ديال المدارس وديال الطرقان وديال شي تيرينات وشي جرادي، وهذا الله يجزيهم بخير. السلام عليكم. كنشكروا هاد الناس هادو اللي خرجوا عازوا هاد الوقفات هادو اللي بينوا وفتحوا بزاف ديال الحوايج كانت في دولة الطيب هذه. وكنشكروا جميع الناس اللي وقفت وساهمت بينات شنو كاين في دولة الطيب هذا، وهاد الوقفات هذو اللي كانوا يبينوا لنا الفاسي شكون هو، والحمد لله عرفنا. وكنشكروا الحموشي وراسهم الملك ديالنا نصره الله، والحمد لله كنتمناو من الله اللي يجي يكون احسن من اللي كان. هادشي اللي غنقول ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر فاس نيوز وكنشكر هاد الناس اللي داروا هاد الوقفات وفتحوا هاد الفساد وهاد المنكر اللي في هاد القبيله. ودابا كنتمناو من الله تكون شي نتيجه ان شاء الله في هاد الوقفات ان شاء الله، وشي نتيجه ان شاء الله في هاد الاعضاء اللي باقيين ان شاء الله يديروا لنا ان شاء الله يخدموا لنا هاد ولاد الطيب. ما كاين لا مدارس لا طرقان لا الواد الحارك كل مره كيتخنق. المنكر بعيني في هذه القبيله هذا، خصوصيا تدخل لولاد حمول داخل وتشوف الطرقان والو، الطريق ديال المدرسه ما كاين لا مدرسه لا طريق لا طرويات حاشاكم ديال الزبل لا والو، حتى شي حاجه ما كاين. وكنتمناو من الله تكون شي نتيجه ايجابيه ان شاء الله في اقرب وقت. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كنشكروا
سيدنا الله ينصرو على هذا الانسان هذا اللي كان يعني حاقر الناس بزاف وكان هذا ودابا الحمد لله الله ينصر سيدنا وهذه ساعه مبروكه مسعوده الحمد لله بس السيد هذا من اشد فيه القانون اللهم لك الحمد اكبر مجرم والناس بزاف اللي يعني كيتشكاو منه لا من ضو ولا من ماء ولا من مدارس وحاقر يعني البنيته الصغيرين وحاقر الدريبلين الصغيرين واش انا ولدي غيضرب مصيبه ديال الكيلومتراج حسبي الله ونعم الوكيل والحمد لله والله ينصر سيدنا والله يرحم له الوالد الله يجازيكم بخير.